السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت انفيديو، موقع بشتغل بالذكاء الاصطناعي، سهل جدا. بختار التمبليت اللي انا عايزه وابدا ان انا احط الصور والكلام اللي انا عايزه. ممكن الكلام اصلا تاخده من شات جي بي تي، يعني تخش على شات جي بي تي تساله سؤال وتاخد الاجابه وتبدا تعمل منه فيديو. تمام. طيب خلينا نقول له مثلا تكست تو فيديو اهو. مجرد هتكتب اي كلام على الصوره دي، تقدر تعمل فيديوهات قصيره شورتس، تقدر ترفعها على اليوتيوب، تقدر ترفعها على الفيسبوك، على الانستجرام وهكذا. تمام. مجرد ان انت تقدر تعدل الكلام. مثلا هنا ده الفيديو، انا وطي الصوت. تمام. كل واحده من دول فيها جمله، ممكن تشوفها جمله حاجات من اللي هي بتوع التنميه البشريه وتبدا تكتبها مكانها. فممكن تقول له انا عايز استخدم التمبليت دوت، وده السكريبت اللي انت هتكتبه بحيث ان هو يبقى يظهر مكانه. تقدر تشوف اي كلام انت عايز تكتبه، وليكن مثلا يعني خلينا نفتح شات جي بي تي وخلينا نساله سؤال كده غريب شويه. من انت؟ تمام. بيقول لك ان هو نموذج لغوي ضخم تم تدريبه من قبل اوبن اي اي. الكلام ده ممكن ناخده ونبدا ان احنا نحطه على الصور ونعمل فيديو من الكلام اللي هو يقوله. دي الفكرة. انت ممكن تسأله سؤال مثلا ايه افضل اغذية صحية، وتاخد الكلام وتحطه على الصور، وبكده انت عملت فيديو ما حصلش. تمام. يبدأ يظهر معاك وتبدأ انت تشوف اللي ردت هنا. مثلا ده الكتابة، دي الصورة، هو بدأ حط لك صورة من عنده. تمام. ممكن تقول له انا عايز اضيف لوجو معين، ترفع اللوجو من عندك من على الجهاز وليكن مثلا بالشكل دوت. وفي هنا ملف صوتي، ممكن انت بقى تلغيه خالص او تحط انت ملف صوت خاص بيك. ممكن انت تعمل ابلود لاي صور انت عايزها. انت كده مجرد بس تحط صوره تحط كلام، تحط صوره تحط كلام، وتلاقي الفيديو اتعمل عندك. ممكن تقول له انا عندي فيديو جاهز عايز اختاره. تمام. في فيديوهات كثيره هو حاطط عنده، تقدر انت تختار من اللي انت عايزه. ميوزك، في ملفات ميوزك كثيره تقدر تحمل اي حاجه انت عايزها. مثلا عايزين مثلا دوت ده. تمام. تكست اليمنت. فمديك ادوات سهله، كل عليك دراج اند دروب عشان تعمل الفيديو بتاعك. وتقدر تعمل فيديو مثلا معلومات طبيه، معلومات صحيه، بس لازم تكون انت متخصص في الموضوع دوت. يعني ما ينفعش انا اكتب حاجه انا ما بفهمش فيها، لان ممكن تطلع المعلومه غلط. دور على التخصص بتاعك واكتب انت بعض الجمل، يعني حتى لو انت خليت شات جي بي تي يكتبها لك، بس تكون انت فاهم بتكتب ايه عشان ما تكتبش حاجه غلط. تمام. ما تفتيش في غير التخصص بتاعك. من تكلم في غير شأنه أتى بالعجيب. وبعد كده ترفع بقى الفيديو دوت، تقدر تعملها داونلود. لو هي نسخة ببلاش بيحط لك بس ايه لوجو صغير كده باسم الموقع، وبعد كده ترفعه على اليوتيوب او اي موقع اخر.